رايك في الجوائز الموجوده النهارده والافلام اللي داخله في التنافس والفنانين والفنانات؟ افلام كلها قويه، فنانين كبار كلهم يستحقوا طبعا التكريم، ومستنيين بقى نشوف جوه المنافسه هتوصل لايه. امر واقع في سن رمضان على شاشه دي ام سي حقق نجاح كبير جدا، كنت متوقعه ده؟ الحمد لله، انا من اول ما قريت الورق وعرفت مين النجوم اللي هيشاركوا، واساسا شركه اروما من الشركات اللي بحب اشتغل معاها، اشتغلت معاها الصياد هم وريدي وان، كان من المسلسلات الحمد لله نجحت جدا، فانا مبسوطه جدا جدا الحمد لله طبعا بامر واقع وبالنجاح اللي حققه على دي ام سي. دنيا، بتحضري ايه الفتره الجايه لجمهورك؟ بحضر مسلسل البيت الأبيض، ده إنتاج شركة فنون مصر، في 25 نجم وإخراج تامر حمزة. السينما، الناس كتير قوي بتحب تشوف دينا في السينما. عاملة فيلمين إن شاء الله، ناقص واحد يخلص بعد يعني في 10 أيام تصوير، ساعة رضا إخراج هاني حمدي، بطولة أحمد فتحي، محمد ثروت، هلا فاخر، بيومي فؤاد، مجموعة كبيرة، وأرمط بيتمرمط مع النجم أحمد آدم، استكمال لسلسلة القرموطي، إخراج أسد فولدكار، وإنتاج الاتنين إنتاج الحاج أحمد السبكي.